لمزيد ينضم إلي هنا في الاستوديو وائل مكارم، محلل الأسواق في شركة آي سي أم كابيتال. وائل أهلا وسهلا بك. بداية أريد تعليقك على البيانات الاقتصادية اللي سمعناها اليوم من القطاع الخدمي الأمريكي وردة فعل الأسهم الأمريكية عليه. مساء الخير أول شيء. نحن كنا عم نشوف في آخر فترة الأرقام كانت جدا جيدة، وخاصة أنه عم نتخطى مستوى 60 واللي هو بيعبر عن توسع اقتصادي كتير قوي، وهذا الشيء ببلش يخوف شوي من أوفر هيتينج يعني. فكنا عم نشوف عودة يعني ل 60 تقريبا بمؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات، واللي هو شيء طبيعي بعد الضغط القوي اللي صار. المقلق اللي كان عم يطلع كان بالقطاع الخدمات أو بقطاع الصناعة هو طبعا البرايس كومبوننت أو الأسعار اللي عم تندفع، اللي هي بعدها بأرقام مرتفعة جدا. عم نشوف كنا بقطاع الصناعة أعلى مستوى من 79، وأيضا بقطاع الخدمات كان مستوى مرتفع. هذا هو شيء مقلق. من ناحية التوظيف بعتقد إنه هذا شيء تدريجي يعني. اليوم شفنا الأرقام لشهر 6 كانت إيجابية جدا، وممكن نرجع نحن كمان مع المزيد من الفتح للاقتصاد وعودة الحياة لطبيعتها يكون يرجع يعلى شوية الامبلويمنت كومبوننت بقلب السيكتورز. من ناحية للي عم نشوفه بحركة الأسهم، كنا عم نشوف اكستنشن كتير قوي بعد اجتماع الفيدرالي، والتصحيح اللي صار في السوق كان صار في ارتفاعات كتير قوية وخاصة على الاس ام بي، وشي طبيعي يكون في بعض من البروفيت تيكينج. من ناحية أخرى في شوية مخاوف عند المستثمرين من الموضوع اللي صار مع أوبيك بلس. كنا عم نشوف أسعار النفط عم تهوي، الأويل سيكتور عم بيتراجع، أيضا ما أنه السندات عم تنزل كان فاينانشال سيكتور كمان شوي عم بيتراجع. هذه هي باعتقاد اللي كانت عم بتأثر سلبا على حركة الأسهم. بنفس الوقت وائل، يعني الكثير من البيانات اللي تشير إلى أحجام قياسية في الباكلوجز، في التأخير في التسليم، هل هذا أيضا يغذي نظرية التضخم الآني اللي مرتبط بظروف الإنتاج والديسربشنز عليها؟ صح 100%. نحن اللي كنا عم نشوفه يعني معظم يعني المصنعين أو المقدمين الخدمات كانوا عم بيشكوا من supply chain disruption، من أيضا من نظرة الرو ماتيريال، مش بس أيضا بالولايات المتحدة الأمريكية، كنا عم نشوف بالهونغ كونغ أيضا كانوا عنده نفس المشاكل. فهيدا شيء طبعا كل ما هو في bottlenecks رح يكون في هيدا المشاكل ورح تغذي للفترة السابقة. ولكن السؤال رح يكون لأي متى رح تضلوا هيدا temporary actions، يعني 3 أشهر 6 أشهر، لأنه كله طبعا بيفرق وبيغير بالسياسات النقدية وبالprojections الاقتصادية. الدول عم بتجرب تحد من هيدا الامباكت، بس بده الوقت ليبرهن. وائل، التراجع الحاد اليوم على عوائد السندات ملفت، يعني بنرجع لدون مستويات 1.4%. هل هناك اعتبار آخر إلى جانب تباطؤ في النمو الاقتصادي؟ صح، اللي عم يبين يعني اول شيء ارقام التضخم اذا بنطلع شوي عم بلش تخف، مرجعنا عم نشوف سبايك مثل كنا عم نشوفه بشهر 4 شهر 5، عم نشوف شوي هدوء فيها. هيدا الشيء بيريح من مال. من ناحيه اخرى كنا ذكرنا في السابق البنشن فاندز اللي الطريقه اللي عم بيصير فيها شراء للاصول. من ناحيه ثالثه في عنا اذا بنطلع بالاسهم الامريكيه، البعض بيشوفها انه باول هاف كانت عم ترتفع 15 و16 و17%، مستويات مرتفعه، فايضا بعض المستثمرين بفضلوا يروحوا على البوند ماركت او على الفيكست انكم كمان لحتى يكونوا يعطوا دور بهيدي الدوره. فهيدا الشيء كله عم بيدفع هيدي العوائد ترجع تهبط. يعني اذا سميناه اليوم هيدا الانقلاب نوعا ما بالمشهد، كيف بغير من طريقه مقاربه المستثمرين يوم الاربعاء لقراءه محضر الفدرالي لاجتماع يونيو؟ باعتقاد المستثمرين بعضهم يعني من ناحيه اذا بنطلع على الاصول ككل، وخاصه بعد رح تضل الاسهم هي الاكثر جاذبيا للمستثمرين، وراح يضل كل ما يكون في دب قوية أو تصحيح واضح على أسواق الأسهم راح يكونوا هن راح يدخلوا يرجع يصير في شراء للدب، كل ما هو الفاندمنتالز أو الأساسيات العريضة بعدها ماشي مثل ما هي. بخصوص الفيدرال أوبن ماركت كوميتي المينتس راح تكون عم تطلع طبعا إذا في حديث عن تيبرينج ونوعية التيبرينج أو طريقة التيبرينج اللي راح تصير. هيدا أكتر شيء ممكن الأسواق تكون عم تتأثر فيه. عطيني نظرتك للدولار بالمرحلة المقبلة. مزيد من الارتفاع. وائل مكارم، محلل الأسواق في شركة آي سي أم كابيتال، شكرا جزيلا لك. Thank you.